كما شفت اليوم كانت عندنا واحد يعني فرقة من الشباب الألماني وهو سيدي بي مع جتا زد اللي هما كيقلبوا على شركات اللي غادي يكونوا معهم في شراكة في المستقبل. هادو كيزوروا المغرب ككل، كانوا في المحمدية، شافوا في مناطق صناعية وكيشوفوا بعض يعني الشركات اللي تقدر تكون معهم في الشراكة في المستقبل باش يمونطيو ان بروجي بيناتهم. احنا كنقلبوا لهم على الشباب ماشي على الشركات القديمه، كنقلبوا على الشركات الصغرى المتوسطه جدا اللي هما اخوان ولا الشباب اللي عندهم مشاريع يعني في رافعينها في الحجم ديالهم باش نقدم لهم هاد الناس هادو باش يكون معهم تعاون، وخاصه مع شمال شامبر دو كوميرس كتعاونهم لا في على حساب القروض البنكيه، على حسب المواكبه، على حسب التكوين، على حسب الكسب ديال الارض باش تكون بواحد الثمن اللي هو مناسب. انتم كتعرفوا الدار البيضاء اللي هي مقرض فيها شويه العقار، ولكن احنا كنحاولوا نشوفوا لهم المناطق الصناعيه اللي تولم المشاريع اللي حاملين هاد الشباب الالمان مع الشباب المغربي، ماشي غير البيضاوي، كان في المغرب كله من طنجه للقويره. احنا اي وبغاو حتى في الداخله، بغاو حتى في العيون، بغاو في طنجه، بغاو في الناظور، بغاو في وجده، يعني احنا كنساهموا فيما بغاو البروجي، فيما بغاو يعني شركات، الا احنا كنوجد لهم الشريك المناسب اللي كيمشي مع التوجهات ديال هاد الشباب هادو اللي هما شركات كبرى، منهم مرسيدس، منهم الطاقه المتجدده، منهم القطع الغيار، منهم الطاقه الشمسيه، منهم اللي كيدير ترونسبور، منهم اللي كيدير لوجيستيك، يعني كاع هادو كاين شركاء ان شاء الله غادي يكونوا في المستقبل مع الشباب المغربي. الغرفه ديما كتشجع لي سي تمرات، حنا غادي نكونوا ان شاء الله في المستقبل غتكون البوابه الوحيده بحال السي بحال المكتب الجهوي لسي تمرات، غادي تكون الغرفه هي اولا عاد المكتب الجهوي لسي تمرات، وهذا قانون كان عند الغرفه خصو يرجع لها باش تكون لحقاش التاجر او المستثمر او رجل الاعمال كيقصد الغرف التجاريه هي الاولى، عاد كيقلب على محلات اخرى ولا على الجماعات ولا على السيري. دونك الغرفه اللي معروفه في العالم غرف التجاره والصناعه والخدمات هي اللي معروفه، حنا عندنا قرن 14 عام ولا قرن 15 عام، ماشي بحال السيري اللي دار هنا في الغرفه. يعني حنا كنحاولوا باش هذه الغرفه دي تكون عندها صلاحيات اكثر في المستقبل ان شاء الله. 155 établissements hôteliers et plus de 10% de la capacité.